قبل ما اتجوز كنت احلم يكون عندي البيت لإلي، اعمل عائله انا اكون مسؤوله عنها. فجاه لقيت حالي زياده عدد على عائلتكم. كل اللي صار انه نزيد كرسي على طاوله السفره، لا اكثر ولا اقل. انا حاسس بكل شيء عم تقولي. انا كمان بحب يكون عندي بيت وعيش فيه لوحدي انا ومرتي، بس انا ما معي مصاري وانت بتعرفي هالظروف، وجدي ما عم بيقبل يعطيني ولا عم بيخليني فيلم من هون. على اساس على اساس هيدا بيتك بدك تورثه من جدك وتورثه لابنك. بعرف هالخبريه، صرت سمعتها شي مليون مره اخر سنتين. من هلا لوقتها نكون ختيرنا وخلصت حياتنا، ما هيك؟ حبيبي بعرف انه مش وقته لهيدا الحكي، بعرف انه مصايب عم تشد فوق راسنا، بس كان عبالي خبرك اللي عم بحس فيه. لازم نستفيد من هيدا الوقت مع بعض حتى لو قصير. طلع حالك.